أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترحيب بالاستثمارات السعودية في مصر، وخلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي أكد مدبولي العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم. من جانبه أكد السفير السعودي بالقاهرة أنه يوجد توجه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة الحالية، بينما أعلن رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي الشيخ بندر العامري أن شركته تستعد حاليا لاستثمار 15 مليار جنيه في مدينة العالمين الجديدة.